كيف حالك؟ كيف حالك؟ زينين؟ أنا أذكر شاركت هنا في مناسبة قديمة، بصراحة ما قصرت، بيضتوها. فاليوم اليوم بتشاركوا ولا لا؟ ساعدوني، صحيح؟ بس بشر تسمعوني واسمعك، هدوء عشان نسمع بعض، صح ولا لا؟ يلا سمعوني، صلوات على محمد وآل محمد. بعد الثانية والثالثة. لبيت الله هامت في عجالة، لبيت الله هامت في عجالة، دعت في الليل لله تعالى. أيا ربه يسر لي أموري، أيا ربه يسر لي أموري، وهبني سيدي منك المنالا. فانشق في البيت الجدار، والنور أزهر في الجوار، دخلت تهلل فاطم فارتد للشق الستار. في داخل البيت الحرام قد أشرقت شمس الكرام، جبريل كبر هاتفان بشراكم ولد الإمام. لله يهوي ساجدا، ربا عظيما عابدا، يهوي لصدر محمد فيهيم طه حامدا. الحمد لله الذي وهب الرسول وصيه، والشكر لله الذي أهدى النبي عليه. كالبدر هل على المدى نورا تلألأ بالهدى، يهوي الأنام سراجه للناس قد مد اليدا. مأوى اليتيم شهم كريم، وهو الصراط المستقيم، كهف الأنام عالي المقام، هو حيدر وهو الإمام. أفضل الصلاة، يلا الحين شاركني. زين جوابك ويا يا علي يا بعد يا علي يا يلا وحيدر يا رافع شاني، يا علي يا علي باسمك يصيح لساني، يا علي ما شاء الله. حيدر يا رافع شاني باسمك يصيح لساني، روحي تحن حسرة مشتاق للحضرة، روحي تحن حسرة مشتاق للحضرة. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. يلا قول حيدر يا رافع شاني، يا علي باسمك يصيح لساني،
وحجر يا رافع شاني يا علي إيه باسمك يصيح لساني يروحي تحن حسرة مشتاق للحضرة يا علي يا علي يا علي إيه يا علي يا علي يا علي ويا من تشع انوارك يا علي يا حامي انت لجارك يا علي ويا من تشع انوارك يا حامي انت لجارك وتحسبنا من خطارك يا علي يا تحسبنا من خطارك وقلبي يشب جمرة مشتاق للحضرة قلبي يشب جمرة مشتاق ومشتاق للحضرة مشتاق لل شنقول يا علي يا علي يا علي يلا قول يا علي يا علي يا علي ويا أغلى منك الغالي من أولي والتالي يا علي يا أغلى منك الغالي من أولي والتالي وشوقك حرق دلالي يا علي شوقي حرق دلالي وشفت بلهيب مالي يا علي يا سيد العترة مشتاق للحضرة يا سيد العترة مشتاق للحضرة يا علي يا علي يا علي ما شاء الله يا علي يا علي يا علي وللناس أصد بعيوني للناس أصد بعيوني وأطلبهم يودوني للناس أصد بعيوني يا علي وأطلبهم يودوني أتأمل يرحموني يا علي وعد قبرك يخلوني يا علي ودوني لو مرة مشتاق للحضرة ودوني لو مرة مشتاق لل ما شاء الله ودوني لو مرة مشتاق يلا قول ودوني لو الله يا علي يا علي يا علي ايوه يا علي يا علي يا علي وعندك ابث الشكوى يا علي اي من دنيتي والبلوى يا علي اي واللي طينك سوى يا علي اي رب الدعاء والنجوى اي يا علي يا علي يا علي ودوني لو مرة مشتاق لل ما شاء الله ودوني لو مرة مشتاق لل إيه يا علي يا علي يا علي إيه يا علي يا علي يا علي إيه يا علي يا علي يا علي ترى أنا أحب المرتضى وأصلي ترابي تقول ترابي يلا إيه سمعني ها أحب المرتضى وأصلي ترابي على أرض النجف عيني ترابي نخيتك سيدي وتدري ترابي حنين وشوق للرضا الزهية حنين وشوق للرضا الزهية حنين وشوق للرضا الزهية حنين وشوق
صلوا على محمد وآل محمد. زين القصيدة الثانية تشارك تقول وياي. زين الحين تسمعني صوتك وصفقك الجميلة عشان نشارك هذه الجلوة. زين بس نرتب روح متفقين أكيد لوز هكتور. يلا صلوا على محمد وآل محمد. يلا جوابك وياي جملة واحدة نقول يا علي يا ابن أبي طال. بس سهلة لو مو سهلة؟ صعبة؟ سهلة. يلا يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي. يلا قول يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي. يلا قول يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا علي يا علي يا ابن أبي. يا كوثر جناني قلبك ما نساني جيتك بالتهاني يا زهرة زماني يا زهرة يا زهرة زماني. آخر مقطع ترد وياي. زين يلا نعيدها الحين شاطرين ما شاء الله. يلا نعيد يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي. الله يا كوثر جناني قلبك ما نساني جيتك بالتهاني يا زهرة زماني يا زهرة يا مالك شعوري يا نفحة عطوري بيك وفي نذوري حيدر يا سروري حيدر يا يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي. الله يا قبلة صلاتي يا كل أمنياتي باسمك تلبياتي حيدر يا حياتي مركز حيدر يا حياتي. يلا شباب حيدر يا حياتي حيدر يا يا قبلة صلاتي يا كل أمنياتي باسمك تلبياتي حيدر يا حياتي حيدر يا حياتي حيدر يا حياتي حيدر يا يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي. يلا قول يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي جيتك يا غناتي عاشق وبتباتي جيتك يا غناتي عاشق وبتباتي عاشق وبتباتي ليكم وين مماتي ليكم وين مماتي تبقى تضحياتي تبقى وتبقى تضحياتي تبقى تضحياتي تبقى يا كوثر جناني قلبك ما نساني يا كوثر جناني قلبك ما نساني جيتك بالتهاني جيتك بالتهاني جيتك بالتهاني يا زهرة زماني. يلا قول يا زهرة زماني يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي يا ابن أبي طالب يا علي يا علي ما شاء الله يا علي يا علي. يلا هنا يلا يا علي يا علي يا ابن أبي طالب
علي يا ابن أبي طالب. يلا نشوف هنا. يلا يا علي يا علي يا ابن أبي. الله يا مالك شعوري يا نبحة عطوري. يا مالك شعوري يا نبحة عطوري. فيك وفي نذوري فيك وفي نذوري. حيدر يا سروري حيدر يا حيدر يا سروري. يا كوثر جناني قلبك ما نساني. يا كوثر جناني قلبك ما نساني. جيتك بالتهاني يا زهرة زماني. يا زهرة يا زهرة زماني. ما شاء الله يا زهرة زماني. ايو يا علي يا علي يا ابن ابي طالب. يا علي يا علي يا ابن ابي. قول اي يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على العبد المؤيد والرسول المسجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما كان في تلك الليلة المباركة اسمعني ها اسمعني اسمعني وقد مضى من الليل ثلثه وإذا بفاطمة بنت أسد قد أتاها المخاض وأتاها ما يأتي النساء عند الولادة وخرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام ووقفت بإزائه وقد أخذها الطلق فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته إلا سهلت علي ولادتي فانشق البيت الحرام وتساطعت الأنوار وزجها جبريل إلى داخل الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا. قال أبو طالب فأشفقنا عليها وأردنا إدخال بعض نسائنا إليها فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح فعلمنا أن هذا الأمر بأمر الله تعالى ورجعنا إلى منازلنا. قالت فاطمة بنت أسد فلما دخلت الكعبة جلست على الرخامة الحمراء ولم أرى وجعا ولا ألما وقد كشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة وسمعته يقول يا محمد ربك يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك استقبل عليا عند الولادة. فبينما هي كذلك لا تحس بألم ولا وجع إذ وضعت أمير المؤمنين أفضل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أولاد يا أولاد استريح استريح، الصف الأول لف، صف الأول الصف الثاني هم اللي يطلعوا بس، يلا الصف الأول يطلعوا تفضلوا، صف الأول الصغار عشان لا يتعوروا، اللي يا أخو يطلع وياه، الصف الأول حبايب الصف الأول اطلع وياه صف أول، اصبر شوي لا تطلع لا تطلع، الصف الأول خامس سادس انتظر